السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين على فلسطين. نخصص حصة اليوم للحديث عن التضامن العالمي لكسر الحصار عن غزة. قبل أن نبدأ بالحديث عن هذا الموضوع الهام من خلال الحملة العالمية لكسر حصار غزة، دعونا نتابع هذه الأنشودة. يا صخرة ما بتلين، يا غزة الصابرين، يا صخرة ما بتلين، حملة كسر الحصار رح تكسر حصارك. سدوا الحدود وانت البحر حدك، يكسر قيود حطوها في يدك. سدوا الحدود وانت البحر حدك، يكسر قيود حطوها في يدك. وبتطحن الآلام وبتسمع الأحلام، وبتطحن الآلام وبتسمع الأحلام. تحمي الحمامة دام بتشعلي نارك، يا غزة الصابرين، يا صخرة غز. النهار يطلع من كفوفك وبهالمدار بعزك نشوفك، غز النهار يطلع من كفوفك وبهالمدار بعزك نشوفك. زنبك ولا بالكل، شعبك ولا بيدل، زنبك ولا بالكل، شعبك ولا بيدل. نورك علينا يهل من هامة صغار، حطمت آماله. هذا الزمان ما يبقى على حاله، غز اللي خان حطمت آماله. يا غزة الأحرار يا قلعة ما تنهار، يا غزة الأحرار يا قلعة ما تنهار. حملة كسر الحصار شدت ع إصرارك، شدوا الحصار وانتي ع إصرارك، بالانتصار حملة كسر الحصار رح تكسر حصارك، نتمنى ذلك. ونبدأ بضيوفنا. معنا الأستاذ رسمي القاسم، المنسق العام للحملة العالمية لكسر حصار غزة من إسطنبول. أهلا وسهلا بك أستاذ رسمي. حياكم الله وبياكم أختي وجدان، ونتشرف بهذا اللقاء الممتع معكم. أهلا بك. فقط حتى يعرف المشاهدين من معنا، الأستاذ رسمي القاسم هو أيضا مخترع وعالم فلسطيني، لديه أكثر من 30 اختراع، والاختراعات اللي متخصص فيها هي اختراعات إغاثية سنتحدث عنها فيما بعد. ولكن في البداية أستاذ الكريم، حدثنا عن الحملة العالمية
لكسر الحصار، ما هو الجديد، ما هي الأهداف من خلال هذه الحملة ونشاطاتها القادمة؟ سمعنا أنه هناك بدء نشاطات جديدة في 20 أغسطس 2016، هل ممكن أن تحدثنا عن هذا التاريخ تحديدا سيد الكريم؟ نعم، هي حملة جديدة أو فعالية جديدة نطلقها عبر في جميع دول العالم تقريبا، وأسمينا هذه الفعالية يدا بيد نكسر حصار غزة، لأن حصار غزة طال أكثر مما ينبغي وبلغ ذروته التي لا تطاق البتة. ولذلك الحملة هي حملة شعبية تعمل على تأليب الشعب، تأليب الشارع وتجييشه من أجل كسار هذا الحصار الظالم. فالشعوب هي صاحبة القوة وصاحبة الكلمة في الأول والأخير، وليست الحكومات الظالمة أو الحكومات أو ما تسمى بنفسها بحكومات وهي محتلة لأراضي المسلمين مثل دولة صهيون الموجودة في فلسطين وغيرها. حملتنا الجديدة التي تنطلق في 20/8 هي باسم يدا بيد نكسر حصار غزة، وستترافق معها الكثير من الفعاليات حول الكثير من دول العالم بإذن الله عز وجل، ونتوقع أن يكون المشاركة بها مشاركة فاعلة من خلال نوعية البرامج التي ستطلق بها بإذن الله عز وجل. نعم، عندما نتحدث عن نوعية البرامج، هل هذه الأنشطة هي إعلامية فقط أم هناك أنشطة أخرى ممكن أن نطلع عليها من خلال حضرتك؟ الأنشطة الإعلامية هي أنشطة أساسية لبيان ما يحدث في الواقع، وبالذات مع تواجد أن كثير من المصادر الإعلامية أو المناشط الإعلامية للأسف هي مناشط إعلامية عميلة لبني صهيون، ولذلك يقوم بتغيير كثير من الحقائق. فوجب علينا وعلى كل مخلص وعلى كثير من القنوات الفضائية التي لها مصداقية في نقل الخبر وغيرها أن تبين الواقع. بالنسبة لنا هي حملة إعلامية، هذا في أصلها وفي أكثر عملها، لكن احنا الحملة العالمية الآن هي انطلقت في طريق جديد وهو طريق العمل. فلا يكفي أن نتكلم فقط، الشعب التركي لم يتكلم في رفض الانقلاب فحسب، وإنما قام وعمل ونزل إلى الشوارع، وهذا ما نسعى إليه، بأن تعمل الشعوب العربية بالأعمال وكثير من الأنشطة التي هي عمل وليست مجرد كلام. نعم. بعدة أصعدة، ومن ضمنها الطريقة الإغاثية لأهلنا في الغزة، وهذه أمور أساسية لابد من القيام بها، فهم في وضع حقيقة يرثى له، ومن ضمنها القيام بمشاريع تغني أهل غزة عن العالم الخارجي، وذلك لتعطيل الحصار الظالم عليهم. نعم، وهنا دكتور رسمي دعني أتحدث في مجال تخصصك العلمي حقيقة، وحضرتك اخترعت بعض الاختراعات الإغاثية واختراع خاص بمياه الشرب، هل هذه الاختراعات ممكن لو تم تمويلها أن تساعد سكان غزة على الاستمرارية في الحياة حتى فك الحصار على سبيل المثال؟ هي ليست ممكن أن تساعد، وإنما هي حقيقة ستكسر هذا الحصار وستجعل على أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه حصار بلا فائدة. فما فائدة الحصار إذا كان قطاع غزة يكتفي بذاته بالماء، يكتفي بذاته بالغاز، يكتفي بذاته بالكهرباء، يكتفي بذاته في كثير من الأمور الحياتية الأساسية التي فرضت على الشعب لتركيعه. فبهذه الحالة لا يمكن أن يكون للحصار فائدة، بل يصبح الحصار هو مجرد ورقة ضغط على الكيان الصهيوني بنفسه وليس على الشعب الغزي. دكتور أستاذ رسمي، يعني يقال الحاجة أم الاختراع، حضرتك من خلال يعني الاختراعات اللي قمت فيها حضرتك، إذا ما تحدثنا عن مسألة مياه الشرب، ونحن نعلم أن غزة تعاني من مياه الشرب خاصة أنها تلوثت بعد العدوان الأخير على غزة في 2014، هل ممكن أن تعطينا فكرة عن هذا الاختراع لو سمحت؟ نعم، مياه غزة كانت التقارير تتحدث أنها في 2026 قد تصل إلى مرحلة
ألا يكون في قطاع غزة نقطة مياه واحدة صالحة لاستخدام البني آدم. نعم. ولكن بعد الاعتداء من الانقلاب الغاشم في مصر وتلويث المياه الجوفية بمياه البحار وغيرها، الآن في هذه اللحظة التي نحن نتكلم بها 95% من مياه غزة غير صالحة لاستخدام البني آدم. 95%. نعم، وهذا تسارع خطير جدا حقيقة، مما وجب علينا كعلماء وكمفكرين وكمخترعين أن نعمل بطريقة مختلفة. ومن هنا أتى عملنا للقيام بطرق أو إيجاد مصادر مختلفة تماما. فمصدر تحلية المياه على سبيل المثال من خلال محطات تحلية المياه هي مصدر فعال في كثير من دول العالم، أما في غزة لا يكون فعال، وذلك لنقص الوقود في تشغيله. في نفس الوقت في وجود محطة واحدة لتحلية المياه، للأسف أن الصواريخ الصهيونية التي لا تردعها الدول العربية والإسلامية في لحظات تقوم بقصف هذه المحطات وتعطيلها. ومن هنا كانت الحاجة في أثناء العمل على المصدر ألا تطاله الصواريخ. نعم. بمعنى آخر ألا يستطيع الكيان الصهيوني ومن يسانده من إيقاف إنتاج المياه لأهل قطاع غزة البتة بأي شكل كان. وكذلك الأمر هو ما فعلناه في الغاز، فإذا وفرنا المياه ووفرنا الغاز إحنا بطبيعة الحال ما نكون قد وفرنا الكهرباء أيضا، لأن بالغاز يمكن أن تنتجي الكهرباء. ولكن أستاذ رسمي، كيف لكل هذه الحلول أن تكون موجودة على الأرض؟ كيف يمكن أن تطبق على أرض الواقع في ظل حصار مشدد واحتلال؟ نعم، ولذلك إحنا من 4 سنوات بدأنا في دراسة الإمكانيات الداخلية لقطاع غزة وليست الإمكانيات الخارجية، بمعنى أن جميع ما تتطلبه هذه الأجهزة لإنتاجها وتصنيعها وتشغيلها هو من داخل قطاع غزة فقط وليس من خارج قطاع غزة. وهذه تحدث نقلة نوعية في العمل. نعم، هناك كانت مجموعة من الحلول الأخرى، مجموعة من الأجهزة الأخرى، لكنها تعتمد أن تأتي المواد الرئيسية لها من الخارج، ولذلك لم يكتب لها النجاح. أما حاليا في هذين الجهازين فنحن على مدى 4 سنوات كاملة بل تزيد عملنا لدراسة الموارد الداخلية في قطاع غزة حتى توصلنا بفضل الله عز وجل ومنته. هل هذه المشاريع يعني إذا ما تم نجاحها بحول الله ممكن أن تخدم الشباب في غزة، خاصة اللي يشتكون من البطالة حقيقة؟ نعم، هذه أخذت بعين الاعتبار، لأن هذه الأجهزة في نهاية الأمر هي تتطلب إلى من يقوم بتصنيعها، من يقوم ببيعها، من يقوم بتركيبها داخل المنازل، من يقوم بصيانتها فيما بعد، أمور كثيرة جدا، وهذه تخلق فرص عمل كثيرة جدا من اللحظة الأولى حتى النهاية بإذن الله عز وجل. وغيرها من الأمور أيضا في قضية إنتاج المياه وبيعه وغيرها، يعني ليست فقط ستكون هي الأجهزة أو العمل من خلال ذات الأجهزة، وإنما حتى المنتج اللي تخرجه هذه الأجهزة سواء كانت مياه أو غاز. بل طورت الغاز الآن بحيث أنه يصبح الغاز بديل عن الوقود حتى للسيارات. وبهذا الطريقة احنا أيضا نكون قد نشطنا مجال قطاع الميكانيكا وقطاع السيارات وغيرها من القطاعات الأخرى. بمعنى آخر تكون هناك حركة كبيرة جدا في مجال التوظيف والعمل بإذن الله عز وجل. أستاذ رسمي القاسم، أرجو أن تبقى معنا، سوف أعود لك بعد قليل. معنا فيديو للحملة العالمية لكسر حصار غزة، فيه بعض المعلومات عن يعني ما سيتم طرحه من نشاطات، وأيضا متى ستبدأ الفعاليات الجديدة للحملة. نتابع معا ثم نعود للحوار. لبيك إن الخلد للشهداء والمستشهدين،
نذهب إلى بيروت مشاهدينا الأكارم. معي من هناك الأستاذ توفيق سليم، أحد أعضاء الحملة العالمية لكسر حصار غزة، حيث نتابع معه آخر التطورات في التحضير لنشاطات الحملة. أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق. أستاذ توفيق، أنت معنا؟ يبدو أنه في مشكلة. أستاذ توفيق أنت معنا؟ نعم أهلا وسهلا بك. نريد أن نعرف منك ما هي آخر التطورات في التحضيرات للحملة الجديدة التي تقودها كثير. مش واضح كثير الصوت؟ نعم الآن أكثر. الآن أحببنا أن نعرف منك الوضع عندكم في لبنان. نعم. كيف هي التحضيرات؟ أستاذ توفيق في إشكالية يبدو بالخط. عودة للأستاذ رسمي. أستاذ رسمي ما زلت معنا؟ نعم تفضلي. أهلا وسهلا بك. يعني طبعا نحن نتابع الكثير من التقارير التي تأتي من الأراضي المحتلة وتحديدا من غزة المحاصرة. هناك مشاكل عديدة يعاني منها المواطن الفلسطيني في هذا القطاع المحاصر اللي الكثير يعتبره سجن كبير وللأسف الشديد. يعني تحدثت قبل قليل معك حول يعني إمكانيات تقديم نوع من المشاريع التي تخدم الناس، تخدم المواطن، تساعده في إيجاد فرصة عمل، وخاصة عندما نتحدث عن المياه، مياه الشرب. نحن لحد الآن لم تخبرنا عن فكرة الاختراع، هل هو يعني يجب ممكن أن تحدثنا عنه أم لا؟ فكرة الاختراع لتأمين مياه صالحة للشرب. نعم حقيقة هو ابتكار أكثر من كونه اختراع. وذلك لأن هذا الابتكار أو هذين الابتكارين لما عملنا بهما اضطررنا إلى الحصول على أكثر من 2500 ابتكار من حول العالم. نعم. لدراستها دراسة معمقة ودراسة جميع الإشكاليات التي تقوم عليها وأنواع المياه أو طرق إنتاج المياه حول العالم، منها التكثيف أو غيرها من الأساليب كثيرة. ما نستطيع أن نتكلم عن التفاصيل في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بحفظ هذه الابتكارات في الوقت الحالي، وبالذات أن هي الآن نحن في صدد إنشاء مصنع حقيقة متخصص لهذين الاختراعين في تركيا، الجمهورية التركية. ولذلك من شروط التعاقد المتواجدة علينا هي الحفاظ على سرية بين الجهازين، ونحن نحترم ذلك أستاذ رسمي. نعم. نحترم ذلك. لكن أيضا من شروط العقد حقيقة أن يكون قطاع غزة التعامل معه بطريقة مختلفة عن غيره من مناطق العالم المنكوبة مثل سوريا أو اليمن. كيف؟ كيف؟ وذلك بأن جميع دول العالم سيتم تصدير الجهازين من تركيا، أما قطاع غزة فسيتم التصنيع داخل قطاع غزة. وهذا لسبب الحصار أولا، ثانيا لفتح فرص عمل جديدة وداخل القطاع. نعم. ولذلك اختلف الاتفاق بالنسبة لقطاع غزة فيما يخص هذا المصنع، لكن هو مصنع عالمي وبفضل الله عز وجل نحن إلى الآن استطعنا أن نحصل على موافقات من كثير من الهيئات والمنظمات الدولية، وبعض يعني بعض الحكومات المخلصة للشعب الفلسطيني وغيره لدعم هذا الاختراع وإدخاله داخل قطاع غزة بشكل قوي بإذن الله عز وجل. نعم أستاذ رسمي، يعني نتحدث عن البطالة ونتحدث عن الطلبة خريجي الجامعات. دفعت البطالة المرتفعة في القطاع الكثير من خريجي الجامعات إلى العمل الموسمي في جني الثمار وبيعها في الأسواق من أجل سد حاجاتهم وإعانة عائلاتهم. نتابع هذه الشهادات ثم نعود إليك. طبعا حكينا لناس كثير المعنيين في هذا الأمر أنه نتوظف نشتغل، خاصة أنا وأغلب الشباب اللي بيشتغلوا هان معايا مش واحد ولا اثنين، بدي أحكي لك معظمهم كلهم متخرجين الصحافة والإعلام والحقوق، أغلبهم متخرجين ونفس حالتي. وغير هيك في كذا واحد هان معايا
من اللي طلبوا انه كانوا يحاولوا انه يسافروا وما تمكنوش على بلاد برا على اساس انهم ايش يشتغلوا هنا هناك. غير موسم التين مثلا او موسم العنب، يعني عنده مثلا الشاب هذا اليوم هيو مثلا بقطف تين وبيعبي تين، لقيت كمان ساعتين ثلاثه بروح يبيع تين، فقه في السوق وبيع تين، وبيع برضه بيجيب عنب وبيبيع عنب له في عندنا في السوق، شايف؟ فهذا هو الاستغلال اللي بيقدر يستغله الشباب الخريجين في الموسم اللي هو عنب والتين. اي حاله يخرج ما فيش شغل، واحد بيتخرج وبدرس وبتعلم وبدفع مصاري في الاخر عشان ما لاقيش شغل. طبعا لما نلاقي الشغل بنلجأ لشغلات زي هذه، بيكون فيها لنا عرض عنب تين بنيجي نبيع فيها ومترزق منها. إذن أستاذ رسمي، كما شاهدت أو سمعت معنا وضع خريجي الجامعات يعملون في مهن يعني ليست من تخصصاتهم حقيقة، هل ممكن أن تعلق على ما سمعت وشاهدت؟ نعم، حقيقة نحن نعذرهم في ذلك الأمر. كون الإنسان يتطلب إلى مقومات أساسية في حياته لابد من توفيرها، ويسعى جاهدا لتوفير هذه المتطلبات. لكن في ذات الأمر أيضا أنا أنتقد حقيقة على كثير من الأخوة، كثير من الأبناء والبنات سواء خريجي جامعات أو لم يتخرجوا إلى الآن، أن تكون عقولهم فقط منصبة فيما هو دارج بين الناس. حقيقة نحن في الوطن العربي وللأسف الشديد تعرضنا إلى غسيل فكري كامل عبر عقود من الزمن لتعطيل أفكارنا بألا نفكر بما هو جديد، وهذا ما نتكلم عليه منذ سنين طويلة حقيقة، ونسعى يعني ليل نهار على تغيير هذا الفكر وهذه الثقافة. فأقول وأوصي إخواني وأخواتي وأبناء الموجودين في الجامعات وغيرهم، أقول لهم انظر من خارج الدائرة، لا تنظر فقط إلى ما هو متوفر، بل ابتكر، فكر، اعمل، سد الاحتياج بأي طريقة كانت في أيضا من خلال مجاله. في كل مجال يمكن أن يبدع الشخص وينتج ما يكسر فيها الحصار، ما يكسر فيها الفقر، ما يكسر فيه أي اعتداء ظالم خارجي أو داخلي عليه. هذا ما أوصيهم فيه، وهذا طريقه العلم. اقرأوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه كلمة اقرأ ولم ينزل عليه اعمل أو غيرها، القراءة في البداية ثم يعمل ليكون العمل بالعلم. هذا وصيتي للشباب. ولكن أستاذ رسمي، هؤلاء الشباب يحتاجون إلى من يساندهم ويشجعهم. حقيقة نعم، حقيقة، ونحن بفضل الله عز وجل أكرمنا الله عز وجل بأن نقدم ما نستطيع من الدعم وما نستطيع من العلم، وبلا مقابل، احنا مقابلنا نأخذ من عند الله عز وجل. وهناك العديد من الشباب المتواجدين في قطاع غزة، المتواجدين في مصر، المتواجدين في أفريقيا وفي الهند، من تواصل معي وتواصلنا مع بعض حتى استطاعوا أنهم يبتكروا أمور حلت كثير من الإشكاليات والأزمات التي يمرون بها هم ومجتمعهم. أحد الأخوة في مصر حي بأكمله كان يعاني حقيقة من المياه الصرف. ألو؟ نعم نسمعك أستاذ. نعم. رسمي. نعم. التي تعاني من مياه الصرف الصحي، وحقيقة هناك إهمال شديد جدا من الحكومة تجاههم، فتواصلنا مع بعض حتى ابتكروا طريقة بسيطة جدا لم تكلفهم سوى يمكن 2000 أو 3000 جنيه مصري، حلت أزمة لحي بأكمله يقطن آلاف البشر من مياه كانت تقتل منهم باستمرار. فلابد من الدعم، لابد من المؤسسات والهيئات أن تعمل بطريقة مختلفة. لا يكفي أن أأتي للفقير وأعطيه طعام وأقول كله أكله يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر ثم، هذا ليس بحل. لابد الحل أن نساعدهم في القيام بمشاريع، القيام بأمور تستمر معهم في حياتهم للخروج من الأزمات، للخروج من الإشكاليات. للخروج من بدل الاعتماد على المساعدات التي قد تصل أو لا تصل، أو تصل قليلة ومحدودة. نعم ولو وصلت لا تفيد إلا بضعة أيام. صحيح.
بكل تأكيد. أشكرك أستاذ رسمي القاسم المنسق العام للحملة العالمية لكسر حصار غزة وأحد علماء فلسطين، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. ننتقل إلى السودان، معي من السودان الأخت تفاؤل عمر من اللجنة الإعلامية للحملة العالمية لكسر حصار غزة. أهلا وسهلا بك تفاؤل. وعليكم السلام ورحمة الله. معك تفاؤل أيمن، ما تفاؤل عمر. تفاؤل عفوا؟ أيمن. تفاؤل، تفاؤل أيمن محمد عمر، صح؟ أيوة أيوة صحيح. أهلا وسهلا بك أخت تفاؤل. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك، واسمك جميل جدا تفاؤل. بارك الله فيكم وحياكم. نعم عزيزتي، حدثينا عن الحملة، يعني أنت في القسم الإعلامي من الحملة، يعني أنت من الشباب والشابات اللي بيقوموا بترويج أو توضيح للعالم عن أهم النشاطات التي تقوم بها هذه الحملة من أجل كسر حصار غزة. حدثينا في السودان أين وصلت هذه النشاطات؟ حاليا في السودان ان شاء الله نتوقع في العشرين من اغسطس الجاري مجموعه من الفعاليات، من ندوات عموميه حتى ان شاء الله، ومجموعه من الفعاليات من يوم 20 اللي هي ضمن الحمله اللي حتكون تحت شعار يد بيد لكسر الحصار من يوم 20 ان شاء الله ليوم 26. فاحنا في السودان ان شاء الله نحاول بقدر ما نقدر انه نقدر نعمل لنا مجموعه من الفعاليات في الفكره دي. حاليا فريق السودان اجتمع مجموعه من الشباب ما شاء الله عشان انهم حيبدوا يجهزوا الفعاليات دي ونبدا يعني بجد نحاول الفائده انه نسمع. نعم. نجهز ونوصل يعني نوصل هدفها لكل العالم. لانه هي بجد مبادره علميه يعني زمان من سنين. نعم. ان شاء الله. نعم. خلينا كل اللي يقدر على لانه مش مقدر نوصل. نعم. تفاؤل أرجو أن تبقي معنا، سوف أذهب إلى بيروت، معي من هناك الأستاذ توفيق سليم أحد أعضاء الحملة العالمية لكسر حصار غزة. أهلا وسهلا بك، أرجو أن يكون الصوت أوضح الآن. أستاذ توفيق هل تسمعني؟ يبدو أنه ما زالت هناك مشكلة. عودة إلى تفاؤل. يا تفاؤل. تفاؤل أهلا وسهلا بك يا تفاؤل، حدثينا عن هذه الأنشطة في السودان تحديدا، ماذا تقومون به؟ يعني هل هناك من أنشطة للتبرع مثلا، أنشطة إعلامية، أنشطة في المدارس والجامعات، ماذا تفعلون في السودان في هذه الحملة؟ احنا كفريق ان شاء الله فريق اعلامي عموما بنعمل تسجيل البروشورات التعريفيه عن الحمله وصار هدفها يعني نحاول انه نوزعها على اكثر الناس نقدر نوصل لهم مفهوم الحمله عشان الناس تقدر تشارك. حاليا احنا حاليا بننسق لفعاليات الجايه ان شاء الله، يعني بدايه التنسيق لنا حتكون مجموعه ان شاء الله من الندوات. نعم. تفاؤل بمشاركة نعم. عندما أتحدث هنا عن النشاطات وعن عملكم إذا كان في الهيئة الإعلامية أو في أقسام أخرى، يعني هل أنتم تعملون تطوعا؟ نعم. أنتم تعملون تطوعا يعني من غير مقابل، تعملون من أجل كسر حصار غزة؟ نعم. كل الفريق بيعمل عمل طوعي يعني. نعم. اللي يميز الحملة انه كل الناس عبارة عن ناس مبادرة، ناس متطوعة، يعني كل المشاركين في الحملة عبارة عن شباب متطوعون، يعني الحملة دي كلهم جايين ده شباب متطوعين. ولكن تفاؤل هذا يحتاج إلى وقت طويل وجهد طويل، هل بإمكانكم يعني أن توفقوا بين حياتكم اليومية والتطوع؟ صحيح إنه محتاجين احنا يعني مساعدات التنمية المجتمع المدني، يجيب معانا الحكومات تجيب معانا عشان احنا نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، لانه صعبة يعني 10 سنين من الحصار الفرد الغزاوي ما تقدر يتحمل يعني 10 سنين، فعشان كده لازم نعم يعني تتكاتف الجهود عشان
نقدر نصل للهدف اللي من اجله امشي في الحمله باذن الله. نعم، تفاؤل انتم. نعم، ايضا انتم يعني تنشطون بشكل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ترسلون الرسائل يعني وتذكرون الناس بقضية غزة وبالحصار اللي صار له اكثر من 10 سنين يعني الان، يعني هل هناك اقبال من قبل الشباب لربما لمساندة هذه القضية او لكسر الحصار؟ هل في اقبال كبير يعني؟ في اقبال، الحملة وصلت للسرد العالمي بمجموعة من الدول الحمد لله، اللي كان الهاشتاج الفات الهاشتاج بكف حصار. نعم. وصل ل 25,000 تنظيم يعني الحمد لله. في من ناحية الاقبال على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي هناك اقبال يعني، بس زيادة مجهودات إن شاء الله ربنا يكرمك. نعم، يعني تعتقدي هل هناك في معوقات لعملكم مثلا للوصول لأكبر عدد ممكن من الناس، أو تعتقدون أن خلال هذه الفترة القصيرة تمكنتم من أن تصلوا إلى الجميع؟ ما لم أسمعك جيدا معلش. نعم، يعني أقصد أنه بخلال فترة قصيرة تمكنتم من الوصول إلى أعداد كبيرة من الشباب. صحيح، لأنه يعني التركيز الإعلامي، التركيز الإعلامي على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص معظم الناشطين فيها شباب يعني. نعم. اللي سهل الحملة يعني أكثر انشرابهم، أكثر ناس بتكون شغالة على مواقع التواصل الاجتماعي. طيب التفاؤل يعني نسبة الشباب في هذه الحملة أكبر بكثير من يعني المراحل العمرية الأخرى. نعم شيوخ، صحيح، يلا معظم اللي هم تقريبا العنصر الشبابي هو اللي بيساهم في إنه أي مبادرة تنجح يعني. بغض صحيح إنه في شيوخ، وحقيقة يعني ما شاء الله الحملة دي جامعة مجموعة يعني مجموعة نيرة من الشيوخ ما شاء الله، الناس يعني بجد، لكن الشباب لهم دورهم في الحملة. نعم، لهم دور كبير يعني، خاصة أنه على الأقل يعرفوا كيف يتعاملوا مع التكنولوجيا الحديثة والكمبيوترات والنت. صحيح، أنا ما أعتقد أن يعني كل ما كان تأثيرنا يعني إحنا بنحاول أن يكونوا أصلا من النهضة الشبابية يعني، كل ما كان الشباب واعي وعارف أنه عارف قضيته وعارف يعني باللي داير حوالينه، كل ما كان يبحث يعني، كل ما يبحث الشباب. نعم، الحملة عمرها قصير ليس طويل أليس كذلك؟ يعني تقريبا صار لكم سنة؟ أي التحضيرات لها من تمت بدأت الإعلام عنها 2000. نعم، اسمح الإعلام عنها في 2014. نعم. 2014. نعم. فمن 2014 ما شاء الله للآن أحدث الصبا. نعم. حقيقة يعني بجهود بجد يعني الجهود المبذولة في اللجنة الحملة عموما بجد يعني جهود مقدرة جدا يعني، كل الناس الموجودين في الحملة حاسين بها من القضية، كل جلسة عائلة بجد. وهذا يدل على الجهود مباركة جدا. نعم. يعني تضافرت بجد الجهود فيها. فربنا يوفقنا ان شاء الله لمزيد خير. نعم، اسمحي لي تفاؤل. تفاؤل ساعود لك. نعم. اسمحي لي اذهب الى لبنان، معي من هناك الاخ توفيق سليم، اتمنى ان يكون الصوت واضحا الان. لا يظهر في مشكله في الارسال. في مشكله في الارسال يعني مش سامعني بوضوح. من عندنا ولا من عندكم؟ والله إذا أنت سمعني يا ريت تحكي لنا عن الحملة وعن نشاطاتكم في بيروت. أحاول أغير مكاني أنا. نعم. أنا غيرت مكاني آخر لمكان آخر. يعني أستاذ توفيق أنا أسمعك بوضوح. أسمعك بوضوح أستاذ توفيق. هل ممكن أن نعم سمعني الآن؟ نعم 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 أسمعك بوضوح أستاذ توفيق. نعم والآن أنا أسمعك جيد. نعم ممتاز ممتاز. حدثنا عن آخر نشاطاتكم في لبنان بخصوص الحملة العالمية لكسر الحصار. أستاذ توفيق. السلام عليكم. تفضل.
لان الظاهر في مشكله في الارسال. نعم، على كل حال نعتبر انه مشاركتك نعتبرها طبعا، واشكرك واعتذر بسبب مشاكل في الخط حقيقة، وأعود إلى تفاؤل مرة أخرى. يا تفاؤل. نعم معك، نعم طبعا نحن كلنا ورا ما يعني حكينا معك أصبحنا أكثر تفاؤلا طبعا بما تقدمونه نصرة للقضية الفلسطينية. يعني لماذا باعتقادك هذا الاهتمام بغزة وبكسر الحصار عن غزة الآن؟ ما سمعتك زينة. الاهتمام يعني لماذا تهتمون أنتم كشباب عربي أو كحملة عالمية لا تقتصر فقط على العرب، يعني أنتم أيضا لديكم أعضاء من مختلف الجنسيات. قضية غزة دي تعتبر قضيتنا، يعني قضية الأمة جمعاء. يقولوا غزة الكلام بينتهي، يعني ما في ثاني كلام أصلا بعد غزة. نعم. و 10 سنين حصار انسانيا ما في، يعني ما في زوج يتقبل 10 سنين حصار. نعم. الفرد الانسان يعني الفرد الغزاوي انا بما فيه الكفايه، يعني 10 سنين من الحصار. نعم. هي صعبه حقيقه، يعني حقيقه وغزه تعتبر قضيه الامه اصلا عموما. والصراحه انه ذاتي الشباب المفروض انه يعني الشباب بيوعى، يعرف قضيته، يعرف يعني وضع الامه حاليا عشان يقدر يميز، يعني يقدر يميز يبدا يصلح، لان الامه فقدت نعم وضعها يعني حاليا كذا بجد. نشوفي البلدان كلها فيها خراب وكذا، فربنا ننتهي ان شاء الله، والناس او الشباب او يعرف قضاياهم، يعرف كيف يدافع عن قضاياهم، كيف يعرف يحمي ممتلكاتهم وموروثاتهم. نعم. أشكرك شكرا جزيلا تفاؤل عمر من اللجنة الإعلامية للحملة العالمية لكسر حصار غزة، كنت معنا من السودان. إذن الحملة العالمية لكسر حصار غزة مشاهدينا الأكارم تنطلق بنشاطات جديدة في 20 أغسطس آب 2016. طبعا أيضا من السهولة عبر جوجل أن تتعرفوا أكثر مشاهدين على هذه الحملة، بإمكانكم أن تدعموها من خلال التواصل مع هذه الحملة عبر هاشتاج أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، السلام عليكم.